بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة تاريخ الأمم، والتي نرصد فيها تاريخ الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين منذ زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. وقد بدأنا بالأمس مع سيرة علي رضي الله عنه. تكلمنا بالأمس عن فضائله، واليوم نتكلم عن مورده وعن نشأته. فهو علي بن أبي طالب، وأبو طالب أبوه اسمه عبد مناف، أما كنيته فأبو طالب، فطالب هذا هو الأخ الأكبر لعلي رضي الله عنه. فهو علي بن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن قصي بن كلاب، وعبد المطلب هو جد علي وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشأ في أسرة لها ذكرها وتاريخها ومكانتها في مكة المكرمة. فقد ولد علي رضي الله عنه بعد البعثة بعشر سنين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد البعثة بعشر سنين ولد علي رضي الله عنه، أو عفوا ولد علي قبل البعثة بعشر سنين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر علي رضي الله عنه 10 سنين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسن من علي رضي الله عنه بما يقرب من 30 سنة. ينتمي إلى أسرة لها مكانتها الاجتماعية والدينية بين القبائل في الجزيرة العربية. فقريش كانت تدعى في الجاهلية بأهل الله، أهل الله. لما؟ لأنهم كانوا مسؤولين عن البيت، عن البيت الحرام، عن الكعبة. كانت لهم السقاية والرفادة، سقي الحجيج وإطعامهم. كانوا مسؤولين عن رعاية البيت والحرص على تنظيم أموره. ولذلك لما جاء أبرهة الحبشي وهو يريد هدم الكعبة، وضاعت لسيد مكة في زمانه عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي رضي الله عنه، ضاعت له 200 من الإبل، فأخذهما فيما يذكر جيش أبرهة. فجاء إلى أبرهة الحبشي قال أريد إبلي. قال عجبت من أمرك، فقد ظننت أن عندك عقلا وحلما. أريد أن أهدم بيتكم، يعني بيت الله الكعبة، وأنت تسأل عن إبل لك؟ قال إنما يسأل المرء عما يخصه، أما الإبل فإني ربها، صاحبها، سيدها، مالكها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. قال ومن يحميه؟ هل يحميه مني؟ قال نعم سيحميه منك. وبالفعل لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة أرسل الله عز وجل عليه طيرا أبابيل فقتلت أبرهة ومن كان معه من جيشه. فلهم مكانتهم في مكة. حتى أبوه أبو طالب كان وجيها في مكة، كان أهل مكة يعرفون له قدره ومكانته. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دافع عنه وحماه من أذى المشركين. بل وتعرض بنو عبد المطلب وبنو عبد مناف إلى أذى قريش، وحاصرهم حصارا شديدا في شعب بني هاشم 3 سنين، منعوا عنهم الطعام والشراب، فكان الناس يرسلون إليهم الطعام والشراب سرا. ومكث أبو طالب على ذلك يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. ومدح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فكان فيما يذكر في الجاهلية إذا أراد مطرا أخذ ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم فيستسقي بوجهه. ولما توفي في ذلك الزمان، وقد توفي في نفس العام خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، سمي هذا العام بعام الحزن. وقد كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نشأ يتيما، وأخذه جده عبد المطلب، فنشأ في حجر جده عبد المطلب حتى بلغ 6 سنين، ثم مات عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عمه عليا
ورباه عنده في داره، لأن أبا طالب لم يكن له مقدرة على تربية أولاده، فقد كان له 3 أو 4 من الأولاد، جعفر وعقيل وعلي وطالب، وأيضا له بنتان، إحداهما جمانة والثانية أم هانة. أم هانة هي التي لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وخافت صناديد قريش من جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يدخلون الدور، ومنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. فدخل عند أم هانئ أخت علي رضي الله عنهما رجلان، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، قد أجرت رجلين. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لهم الأمان، ولم يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. ولد علي لأم هاشمية، فهو أول هاشمي تلده هاشمية، اسمه علي بن أبي طالب بن عبد مناف، وأمه هي فاطمة بنت أسد الهاشمية، فأول هاشمي أنجبته هاشمية هو علي رضي الله عنه، وولد في جوف الكعبة، وهذا لا شك أنه يدل على مكانته رضي الله عنه. وإن كان أصل المولد في جوف الكعبة ليس شرفا يحرص عليه الناس، لكن لا شك أنه في بيت الله في الكعبة. وقد ذكر أيضا أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد أيضا في جوف الكعبة، وحكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، فولد في جوف الكعبة فيما يذكر. لما ولد علي رضي الله عنه كان أبوه غائبا في تجارة له، فسمته أمه فاطمة على اسم أبيها أسد، فاسمه كان علي، كان اسمه أسد ابن أبي طالب. فلما رجع أبوه من تجارته ورأى أن زوجته قد أنجبت له ولدا، قال: ما سميتيه؟ قالت: سميته أسد على اسم أبي. قال: لا، بل نسميه عليا، فسماه عليا. علي رضي الله عنه يقول لنا: إن كان هذا الاسم قد نزع عني، اسم أسد قد نزع عني فصار اسمي عليا، فلم تنزع عني صفة الأسد وهي الشجاعة. ولذلك لما كان في يوم خيبر وجاء اليهودي وقال: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح، بطل مجرب، ماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. فهو لم ينس هذا الاسم، صار شابا ورجلا يافعا مقاتلا، يقول: أنا وإن كنت قد سميت عليا، لكن لقب وصفة الأسد وهي الشجاعة ما زالت باقية في إلى اليوم. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، والحيدر اسم من أسماء الأسد. فنشأ علي رضي الله عنه في هذا البيت وفي هذا المكان، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الفتيان، عمره ما يقرب من 10 سنين، هو أول من أسلم من الشباب أو الفتيان رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية إن شاء الله، نراكم على خير.